ابتدي من اول ماذا حدث من 20 سنه. انت تقولي من 20 سنه حصل، ها كملي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو يعني الموضوع من 24 سنة. أول حاجة، بس أنا ما كنتش يعني أعرف إن في حاجة. أنا اتجوزت من 24 سنة، كان عندي أنبوبة يعني بتنفس، وجوزي كان عنده خلفية إن الأنبوبة دي لو مثلا فضيناها في طبق مية أو في بانيو أو في أي حاجة، خلاص يبقى هتفضى وخلاص والموضوع هينتهي. تمام. ففضل أنبوبة في المية وجنبيها الغسالة، وشغل داس على زرار الغسالة بس شغله، الأنبوبة انفجرت والشقة كلها يا انفجرت، لطيف. بس ما اتحرقتش، ما فيش أي حاجة اتحرقت خالص، ولا احنا ولا أي حاجة في الشقة اتحرقت، وما حدش عارف لغاية النهاردة، ما فيش حدش تفسير. عارف النار دي اتطفت ازاي. هي هبت كده واختفت. الناس حتى لما كسروا الباب علينا، وبعد الواقعة دي بدأ يحصل لك بقى حاجات غريبة، ايه من اللي حصل؟ بعديها بحوالي 3 سنين بدأت بقى ايه، يعني هي حصلت احداث برضو بس ما كنتش بحط في دماغي الموضوع ده. بعديها ب3 سنين كان بيحصل لي برضو حاجات غريبة. يعني انا كنت بشوف خيالات وانا نايمة، اشوف نار في الشقة اقول له قوم مش عارفة لجوزي، ايه حكاية النار في اللي نار بتنور في لوحدها الصالة، دي. في حاجات، يقوم مفيش نار، اشوف خيالات كده ضخمة كبيرة بتبص عليا، اقوم والدنيا النور بيطفى. طب ما خطرش في بالك يا عليا انه عندك مشكلة نفسية مثلا؟ يعني بيتهيألك حاجات في علم في علم النفس، في طبعا. اضطرابات نفسية بتخلي البني آدم يشوف حاجات مش موجودة. لا، هو بصي حضرتك، هو ما جاش في دماغي اصلا لا حاله نفسيه ولا سحر ولا كنت امال كنت في دماغي بتفسري اي ده حاجه، بإيه؟ ما كنتش عندي تفسير لكل ده. انا كنت يعني عايشه وخلاص، اقول يمكن كوابيس، يمكن احلام، يمكن. ما كنتش بتكلم مع حد عن اي حاجه انا طب خليني انقل بتحصل. للنقطة الأكثر إثارة، لأن أنتِ قلتي لي كنت مخطوفة. يعني إيه مخطوفة؟ يعني كيف تم الخطف؟ يعني إيه مخطوفة؟ بص حضرتك، هو انا كنت يعني لما باجي انام بالليل، طبعا البيت هص هص ما فيش، كله نايم، فانا الوحيده اللي بقلق. فكنت بشوف الحاجات اللي النار والحاجات يعني حاجات تمام. رعب كده، فكنت ما بعرفش انام. ولما باجي انام بحس ان حد بيكهرب رجلي، بيكهرب ايدي، بيكتفوني، بيعملوا فيها حاجات غريبه، وكمان بيجيبوا حاجات كده زي الشاكوش يعني حديده ومحطوطه في قلب حاجه كده، وبيضربوني بيها على ركبي. حتى وانا صاحيه كان بيحصل لي الكلام ده، بيضربوكي؟ هما مين اللي بيضربوكي؟ مش عارفه يعني الحاجه اللي الشكو... الحاجه طب الوحيده فين اللي انا جوزك؟ فين شفتها الناس اللي في الشاكوش ده. البيت؟ محدش بيحس، بفضل اصوت محدش بيحس، بس في ساعه الشاكوش دي كانش جوزي موجود. جوزي كان بيبات بره وكان اصلا بيبقى في فيه الشغل. آثار للضرب؟ يعني فيه كدمات أو حاجة؟ طبعا. كان بيبقى فيه وما آثار؟ كنتش بقدر امشي على رجلي، بس ما كنتش بقول، انا يعني كنت اقول يمكن انا نعست مثلا وجالي كابوس او حاجه، فما كانش بيجي في دماغي المواضيع دي. المهم انا لما قلت لاولادي ايه، يعني اتفقت مع اولادي، قلت لهم انا هسهر مع القلق والالم اللي انا فيه، والصبح اول ما انتوا تصحوا انا هنام شويه ساعتين كده وانتوا قاعدين، على شفتات اساس ان انا هنبدل ايه يعني. على اساس ان انا يعني اتحمى فيهم، لان وبعدين فعلا في وجود ولادي ما كانش بيحصل اي حاجه، وخصوصا ابني الكبير في وجوده ما بيحصليش اي حاجه. وبعدين فبعدين قلت ايه، كان ابني نايم، كان الساعه 2 الظهر، ابني كان نايم، فنمت جنبه وقلت ايه، يعني بنام في امان جنبه، فنمت جنبه واخواتي التانيين قاعدين. فمجرد ما نمت جنبه لقيت السرير زي ما كنت اتقسم نصين، واتسحبت لتحت، بس كنت مغمضه يعني ما كنتش مفتحه، يعني اتسحبت، حسيت ان السرير حد شايله وبيسحبه على تحت يعني على ايه؟ سلم. واحدة واحدة بس، يعني ايه اتسحبتي لتحت؟ يعني انت حسيتي ان انت نزلتي وقعتي من في نص السرير؟ ورحتي حسيت فين؟ ان السرير بيتحرك ونازل مدرجات، نازل وبعدين درجات. اخر المدرجات ده كان ايه بقى؟ رحتي فين؟ اخر الدرجات دي نزلت لقيت ناس، بس مش يعني وشهم مش باين، وانا سامعه صوت ست وشخص ضخم جدا وايده مليانه شعر اسود كده، وحطوا لي حاجه جلد قد كده في بقي، فمسكتها ورحت قطعها لهم ورحت راميها على الارض. بعد ما رميتها على الارض بيقول لها انت
بيقول لي مين؟ بيقول اللي هي الست، انا سمعت صوت ست بيقول لها انت خدرتيها؟ راحت قالت له اه كله تمام. بعد كده يعني في حاجة كده انا قلتها قبل كده كتير بس محرجة اقولها صراحة تاني لا ممكن تقوليها. عادي. الشخص الضخم ده انا ما شفتش وشه ولا شفت اخره من اوله اساسا، يعني انا شايفه حاجه يعني سد الحيطه اللي قدامي انت والدنيا بتضحك، ضلمه. بتضحك ليه يا استاذه؟ كمل بس كلامه وبعد كده هنرد عليه. بعد كده يعني حسيت ان هما يعني الشخص ده بيحط ايده جوه الرحم. انا برضو يعني مش عارفة لغاية الآن، انا مش عارفة ايه السر في الرحم طب لان انا كتير حصلت معايا. بصي، انا عايزه القصه كلها تحكى بس عشان وقت الحلقه. انا اللي فهمته او اللي قيل لي ان انت اتخطفتي لمده 20 سنه، جينا خطفوكي لمده 20 لا سنه لا 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 او خالص. ده حصل لفتره لا طويله. هو لا هو حصل لي مشاكل مع الجن والأسحار والحاجات دي على مدار على 20 مدار سنة. 20 سنه بس اه اتخطفتي، خطفت مرة واحدة. اتخطفتي مره وقالوا ايه؟ سرقوا منك الرحم ولا؟ لا هما ما انا لغاية دلوقتي انا مش عارفة هما كانوا عايزين ايه من الرحم. طب ليه ما عملتيش سونار ببساطة وشفتي إذا كان الرحم فعلا انا في عملت محله كل وكل حاجة حاجة، تمام ولا؟ عملت كل حاجة وبعديها حملت وخلفت ابني عنده 12 سنة. طب ليه ما خطرش في بالك إن كل دي كانت تهيؤات يا علي؟ مستحيل تبقى تهيؤات. ليه وفي مستحيل؟ مفيش دليل، أنت ما لا قلتيليش في أي أدلة دليل دلوقتي. مادية كتير، إيه أنا الأدلة كنت المادية؟ بقوم ألاقي نفسي متخدرة، ألاقي نفسي مكان حقنة واخداها مكان حقنة فين؟ اه في إيدي. تلاقي يعني هي أماكن؟ اه في مرة بس مش وقت الخطف، مرة تانية يعني الست اللي هي بتعمل الحاجة دي أنا ما بشوفش وشهم، مسكتني حقنة في إيدي فالحقنة شكتني. دي بقى من هنا أنا عرفت كمان في حاجة تانية، الحقنة مسكتها لقيت لي يعني ايه ان طب انا امسكها، مسكتها راحت الحقنة شكاني هنا. مجرد فشفتي ما تاني يوم شكتني اثر الحقنه؟ اه جوزك واولادك والناس اللي معاكي كانوا بيشوفوا الاثار دي؟ بيشوفوا اثار الضرب واثار الحقن اه طبعا ايوه طبعا بيشوفوا الحاجات اه. دي؟ طب انا ابني قبل الصغير يعني كان لسه صغير يعني كان عنده بتاع 6 سنين تقريبا، قال له يا بابا ماما في حواليها اشكال غريبه تحس، يعني هو قالها له كده الطفل بيشوف مش يعني عارف، ناس قال له غريبة انا بشوف حواليه. عفاريت حوالين ماما ملمومين على ماما. انت عارفة انا بس ما تزعليش مني، عارفة القصة اللي انت حكيتيها دي فكرتني في فيلم الإنس والنمس بتاع هنيدي لما ياخدوه في مناطق تانية